بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتكم صديقي العزيز. يا ابني بقى ارحمني، انت كل شويه تتكلم على الافريقي. بقول لك يا صاحبي، والله العظيم انت لو بتدور ورايا قوي كده، ما انت ممكن لما ما تتفرجش عليا وارحمني انت عشان عايزين ننجز والله. المهم يا صديقي العزيز، الافريقي الا مؤاخذه انا كنت بطالب بموضوع حارس مرمى، فالافريقي الحمد لله ربنا كرمه وجاب حارس مرمى. مين يا كابتن؟ معز بن شريفيه. لا، صفقه معز مش عارف كده اتقفلت مره واحده ومحدش بقى بيتكلم فيها، على حسب الكلام المنتشر ان الافريقي خلص مع محمد امين الحصري حارس مرمى فريق شبيبه القيروان. هتقول لي يا صاحبي معلش، يعني مين محمد امين الحصري ده؟ لا، حارس مواليد 2000. بجد؟ اه صديقي، وان شاء الله باذن الله يكون عنده قابليه للتطور. هتقول لي بس هي ممكن يكون جاي يقعد دكه للمعز حسن. لا، هو لو جاي يقعد دكه للمعز حسن يبقى احنا ما نقدرش. بجد؟ اه، الافريقي محتاج حارس يجي يركب، افريقيا محتاج حارس يجي اساسي. انما جو ان انت تجيب حارس عشان خاطر يقعد دكه ويرضى يقعد دكه لمعز حسن، لا، احنا كده بنعرق. قصه استمرار معز حسن فنيا داخل الملعب الموضوع صعب قوي. الراجل ساعات بيدي الاضافه، بس ساعات كتير ما بيديش الاضافه، وساعات بيكون نقطه ضعف الفريق. اعتقد ان انت تروح تجيب حارس صغير زي محمد امين الحصري، اعتقد ان هو ممكن يفرق شويه مع فريق الافريقي، ممكن يفرق شويه، ممكن يخلي المعز حسن يحس ان في تنافس شويه، ممكن يخلي المعز نوعا ما يسخن شويه على مركزه. بس لو انت جايب محمد امين الحصري كحارس ياخد فرصته الاول، وبعد كده لو فشل فيه هترجع معز حسن، فممكن تكون صفقه نوعا ما جيده، لان انت محتاج تجيب حارس وتقعد معز حسن دكه شويه، لان للاسف الشديد الحارس الدكه اللي كان مع معز حسن لما لعب ما كانش افضل حاجه. الافريقي عنده مشكله في حراسة المرمى، عنده مشكله في حراسة المرمى من سنين، في الايام اللي كان جمهور الافريقي بيطالب فيها ان المعز يكون حارس منتخب تونس الاول، انا كنت بقول لهم يا جدعان معز حسن ده على الله حكايته، والراجل ده فعليا انا ماشي فيها على الله زي محمد رمضان ما بيقول. فقصه معز حسن بصراحه كانت غريبه وكانت عجيبه، ان واحد من الحراس اللي مستواهم سيء يفضل مكمل مع نادي المفروض ان هو بينافس على دوري. فكان في الاخر لما الافريقي كان بيجي يخسر بسبب لقطات اغلبها بتكون بسبب المعز، كان الجمهور بيسال سؤال، ايه ده احنا ما عندناش حارس؟ كابتن انت كده ما عندكش حارس فعلا. فنتمنى ان امين الحصري يكون هو الاضافه القويه بالنسبه لفريق الافريقي، واتمنى ان هو يكون جاي كرقم واحد بصراحه. انما يكون جاي كدكه للحارس الاول معز حسن، لا، يبقى احنا محتاجين نكمل مركاته ونجيب حارس ثاني. انما لو جايبين هو كحارس اول نتمنى له النجاح. قول لي بقى يا صديقي، تفتكر الحصري جاي اساسي ولا جاي دكه للمعز؟